اتفاقية الموقع بين المجلس، مجلس الجالية المغربية وجمعية المغربية للبحث التاريخي، تأتي لاستكمال الاتفاقيات التي وقع المجلس مع الجامعات المغربية، وتهدف إلى يعني إشراك الفاعلين الباحثين في المغرب، خاصة الأساتذة الباحثين في مجال التاريخ، في تطوير البحث التاريخي في مجال الهجرة، وذلك في أفق يعني استكمال الاستعداد لمشروع تطوير متحف الهجرة، الذي يعني هو مشروع يحمله المجلس، وينطلق إن شاء الله هذه السنة في إرساء قواعده.